كيف بعد بتقضي أوقاتك بالحجر؟ مثل كل هالناس يعني، محجورين ومحجوبين عن الحياة الطبيعية والنمط الطبيعي بالحياة. بلشت تزهقي ولا ماشي الحال؟ شوفي جيسيكا، أنا بطبعي بيتوتية، بحب البيت كتير، فمني حاسب هالإزعاج الفظيع. بس لما الأشياء بتكون فورسي غصب عنك، يعني كل شيء ممنوع بصير مرغوب، بصير بدك تظهري، بصير بدك تطلعي. صح. كان عندك عمل وتأجلت بسبب كورونا، فتي على التصوير ولا كنت عم تدخلي على مسلسل؟ صح؟ ايه كنا تقريبا بنص العمل واضطرينا نوقف إلى أجل غير مسمى، ما بعرف لأي متى. إن شاء الله قريبا نرجع نستكمل التصوير. يعني كنا عم نتمتع، خاصة إنه مرق فترة بعد الثورة، فترة ركود، فرجعنا عم نرجع نستعيد نشاطنا، وإجت الكورونا قضيت علينا على الآخر. كان عندك مشوار طويل بالفن، أوقات كان هين، أوقات أكيد كنت عم تواجه صعوبات. يعني اليوم أنت ما نمتي وعيتي تاني يوم ورد الخال النجمة بالدراما اللبنانية، بزعلك اليوم المشهد وقت اللي بتشوفي يمكن ممثلات ما صار لهم بالقصر إلا من امبارح العصر وصاروا نجمات صف أول، وصاروا إذا بدك يعني هن عند الجمهور وعند المنتجين، عند المنتجين مثلا كلمتهم ما بتصير اثنين، عند الجمهور صاروا هن نجوم صف أول، بتزعلي هذا الشيء ولا ما عندك مشكلة؟ يعني بتعتبري أنه كل الناس فيها تنجح وفي محل الكل؟ أكيد في محل الكل، ويلي بيثبت عن جدارته بيفرض يعني بيفرض نفسه على الساحة. بس أنا مع إنه الواحد يمشي بخطوات يعني ما تكون سريعة. أنا هذا رأيي، يعني بحب الأشياء تجي مع الوقت، وبعدين الاستمرارية هي هون الصعوبة، إنك تستمري، إنك تنجحي على فترة زمنية طويلة، مش مجرد عمل أو عملين. هيدا شيء طبيعي بيصير، لما نجم بده يفرض حاله على الساعة، بده يلفت نظر، أكيد بده يعمل هيت، وبده يكون ترند، وبده يكون بومينج. عم بستعمل هالمصطلحات لأنه هيدا هي اللي عم نحكى فيها. فونس هو فرض نفسه، أكيد بتكون الدنيا مش ساعته، بس بعدين ببلش بقى الصعوبة، بتبلش الصعوبة، لأنه ما في ضله يكون بومينج كل الوقت. هون بده يكون هو استمرارية، هي بده يكون قد وقدود انه يصبر، لانه مهنتنا كتير صعبه وبدها صبر. في مره قلتي انه انت ترفضي انه المنتجين ما بدول يستعملوكم، بس انه يستفيدوا من وجودكم كجسر وصول لوجوه تانية مثلا صاعده. يعني انت بترفضي هالشيء يكون على حسابكم؟ مش برفضه بهالطريقة القاطعة، لا. أنا يعني أنا هلأ بعدني بالفترة الذهبية من مسيرتي، فبعد في أدوار كتير مهمة ما انكتبت لنا بعد. يعني أنا محظوظة يمكن أكتر من غيري أني عم بلعب ليدينج رول، بس عم بلعب يعني عم ينكتب شخصيات حلوة وعم تنطبع يعني بذاكرة الناس. فهيدا الشيء هون صعب لعمرنا نحن، في جيلي لإلي صعب. شو بينكتب لهالجيل هيدا يلي هو الميدل ايج؟ يعني لأنه بقدر بقى ألعب دور البنت الصغيرة المراهقة العاشقة الولهانة، ولا دور يمكن لا. وفي مليون قصة بالحياة ومليون خبرية نحكي فيها ومليون موضوع نحكي فيه غير إني حبك وحبك وتحبني. يعني الحب حلو، بس مش هيدا بس بالحياة. يعني عم نحضر وعم نشوف برا الدراما وين صارت بقصصهم وبأفكارهم وبأدائهم وبالتنفيذ تبعهم، وقصص أهم شيء دائما أنه تكون من واقع الحياة. أكيد يعني أكيد. نحن كتير بنحضر قصص ما بتصير بالحياة، يعني كمان حلوة حد يحكي بواقعية. أكيد. وبالعودة لسؤالك أنه نرفض نكون نحن مثل سبورتينج، لا، لأنه أنا أكيد بدي يكون I want to support
this actor، انه اكيد هي ككلمه انه انا بدي شد معه، يعني بدي خليه يمشي مزبوط بتواضع عم بحكي، بس بدل ما يكون احسن، بس بنفس الوقت مش انه نحن تستغلونا. يعني اذا تتعاملوا ليمشي مسلسلكم بدنا اسم مهم او انه بالمجال عنده مصداقيه، نحطه لحتى يمشي المسلسل، لانه بالوجوه اللي بعدها جديده بتبقى وجوه طريه، يعني بعد بدها دفشه. فهون انا ما بحب انه يجي تمثيلنا نحن يكون بهالطريقه هيدي يعني الساذجه اذا بدك، لا بده يكون في ادوار ماكنه متينه